السلام عليكم يا باشمهندسين، معاكم المهندس محمود جابر. هنشرح مع بعض كورس الخرسانة المسلحة سنة تالتة مدني جامعة اسكندرية 2019-2020. أتمنى طبعا من كل الناس أو إن كل الناس طبعا تستفاد الاستفادة القصوى من الكورس دوت، وإن احنا نحقق المرغوب فيه طبعا. والكورس ده طبعا معمول صدقة جارية لروح والدي، أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ويكون في ميزان حسناته وشفيع ليوم القيامة وميزان حسناتنا جميعا، واسالكم طبعا الدعاء كلكم لوالدي. طيب مبدئيا كده عاوز انوه على شويه حاجات قبل ما ادخل في الكورس بتاعنا، وهي ان ماده الخرسانه المسلحه طبعا مش عايزين نقول ان هي عصب طبعا المهندس التصميم، بالاضافه طبعا لمواد التحليل الانشائي اللي هي الاستراكشر. وبالتالي ان شاء الله عاوزين في الكورس ده يكون مختلف عن فكره تلقين المعلومه، عايزين نفهم بقى، يعني عايزين نفهم وان الموضوع يكون منفصل عن الواقع. بشوف كتير من المهندسين للاسف بيتخرج من الكليه، وطبعا انا بصراحه انا واحد من الناس خرجت من الكليه ما كنتش لامم المواد دي بيرفكت 100%، وعانيت طبعا ذاكرت المواد دي تاني لما اشتغلت في مكاتب تصميم. حسيت ان فعلا الموضوع كان مهم جدا، وكان لازم ان انا اهتم بيه وان انا اذاكره، علشان خاطر فعلا الواحد تعب جدا علشان يجيب المعلومة من جديد. فطبعا انا بنصحكم النصيحة دي ان انت افهم بقى عشان خاطر توفر على نفسك المجهود الرهيب اللي الواحد اللي قبليك عمله يعني. طبعا بسمع كلمة غريبة جدا ان اللي انت بتدرسه في الكلية ملوش علاقة بالواقع. طبعا الكلام ده ملوش علاقة وعاري تماما عن الصحة. انت الاساس العلمي طبعا هو اللي موجود في الكلية، والاتنين مرتبطين طبعا. يعني انا عايز اقول لك اللي انت بتاخده بره كله بيزك على اللي انت هتاخده في الكلية او اللي انت بتاخده حاليا في الكلية. عايزك تفهم الكونسبت اللي ما ينفعش تتخرج من غيره. بشوف مهندسين لما يجي طبعا يصمم يقول لك مثلا السقف ده باشمهندس تسلح على طول 5 في 10 والكاميرات 3 في 12، ويبدا يقول ارقام غريبه الشكل. طبعا يقول لك الكلام ده امبيريكال من الخبره بتاعتنا. طبعا مع احترامي للخبره والكلام دوت كله، بس انت طبعا احنا مهندسين، بالتالي لازم تكون فاهم انت الارقام اللي انت جايبها دي جايبها ازاي وجات ازاي. ما تطلعش اي رقم كده وتقول خلاص وتيجي كاتبه مره واحده، لا لازم انت تقف عليه كده وتقول الارقام دي جت منين. ده المهندس. طيب ندخل في الموضوع بتاعنا عشان ما نطولش عليكم، ونقول شويه معلومات عن المحتوى بتاعنا في البدايه. نقوله اوتلاين سريعه كده اللي انت هتاخدها على مدار السنه. اول حاجه هتاخد طبعا موضوع الديفليكشن. طبعا المحاضره اللي بعد كده، طبعا الديفليكشن ده هو محور الكلام بتاعنا ان شاء الله النهارده. المحاضره اللي بعد كده ان شاء الله السكشن سبجكتد سلندر كولومز، سوليد سلاب، هولو بلوك سلاب، فلات سلاب، بيمز والبانلد بيم والستيرز والتورشن. طيب الريفرنس اللي ان شاء الله اللي ممكن عايز ترجع لها في الخرسانه المسلحه، كتاب طبعا استاذ الدكتور مشهور غنيم، استاذ طبعا بجامعه القاهره، وطبعا كتاب خارجي او مرجع خارجي نيلسون دراون دولان. ان شاء الله هبقى ارفق الكتب ديت مع الفيديو ان شاء الله لما نيجي نرفعه باذن الله. طيب الماده بيكون عليها تيرم ورك، يعني شتات وحضورك وغيابك 10%، الميد تيرم بيبقى عليه تقريبا 20%، والامتحان الفاينل بيبقى عليه 70%. تمام. نتكلم عن الديفليكشن. طبعا عشان خاطر نتكلم عن الديفليكشن، طبعا مهم جدا الموضوع دوت، مهم جدا جدا. صادفني في كورس التصميم اللي بدرسه بره، اول ما باجي اتكلم عن موضوع الديفليكشن واقول يا ديفليكشن، طبعا الناس بتترجمه ترجمه حرفيه، يعني ترخيم يا باشمهندس. طيب طبعا هو بيبقى ناسي، ما تعرفش، ما بيبقاش فاهم الموضوع او ملم بيه، ما تعرفش برضه. فالموضوع ده من المواضيع المهمه جدا، واللي كتير من المهندسين مش الخريجين اللي هم الخريجين مش الطلبه بيحسبوا الديفليكشن للاسف. طيب هنتكلم عن ايه في الديفليكشن اوتلاين سريعا. رقم واحد انترودكشن، ازاي احسب بقى الديفليكشن، ازاي احسب الاي جروس والاي كراك والام كراك. هنتكلم عن التي والال سيكشن واللونج تيرم ديفليكشن، ونتكلم عن مجموعه مسائل ان شاء الله في اخر المحاضره. طيب الديفليكشن،
تعالى كده نبدأ نقول تعريف بسيط كده وتأثير الأحمال الخارجية على شكل المنشأ في صورة إزاحة أو دوران بزاوية. طيب أنا عند البلاطة أو الكاميرا، إيه الأحمال اللي ممكن بتأثر على البلاطة أو الكاميرا؟ هي الأون ويت اللي هي الحمل الذاتي بتاع البلاطة أو الكاميرا، ممكن الكفرنج التشطيبات بتاعتك الخارجية، وممكن اللايف لود بتاعك. تمام كده، ده اللي ممكن يسبب لك ديفليكشن على المنشأ بتاعك. طيب تمام، اسباب الترخيم ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه مثلا ان المقاول فك الشده الخشبيه قبل ميعادها، وبالتالي حدث ترخيم في البلاطه بتاعتك. وطبعا ممكن تكون برضو بعض اخطاء التصميم، نقص حديد التسليح او القطاع الخرساني بتاعك ادى الى حدوث الديفليكشن. اخر المحاضره ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ممكن اعالج الموضوع دوت باذن الله، واتفادى الموضوع دوت ان هو يحصل. طيب تمام، انترودكشن سريعه بس كده. انا عندي ثلاث طرق للتصميم، ثلاث طرق للتصميم دول معتمدين طبعا عندي في الكود المصري، وفي ناس طبعا ومكاتب مهندسين شغالين بره بيهم. تعالى نفهم مع بعض طرق التصميم دي على منحنى الاستريس سترين كيرف. انا عندي المنحنى بتاعي عباره عن، لو جينا قسمناه لتو ليفلز، تو ليفلز، اول ليفلز هو ات strength level او at failure level او at ultimate level، وده المستوى او اللي بعديه يبدا المنشأ بتاعي في الانهيار. يعني انا لو جيت مثلت الموضوع دوت، انا عندي مثلا واحد عنده وزنه 100 كيلو، لو جيت حملت على الشخص دوت 150 او 200 كيلو طبعا هيحصل له failure، هينهار. لو حملته مثلا قد وزنه ممكن يحصل له شويه cracks، شويه شروخ. لو انا حملته مثلا 50 كيلو ولا حاجه هيبقى هيقدر طبعا يشيلهم بكل تاكيد. ودي المرحله او المستوى الثاني اللي هو ات سيرفيس ليفل، اللي هو مستوى بيسموه مستوى تشغيل المنشا. تمام كده، مستوى تشغيل المنشا. طريقه الوركينج دي، الوركينج عندي بيقولوا عليها بيتم اخذ الحمل الحقيقي ويتم التصميم عليه. طبعا الوركينج لما بتيجي معادله اللود كومبينيشن بتاعتك بتبقى عباره عن الديد زائد اللايف، ما بتضربش في فاكتور ولا اي حاجه. طبعا تم رفض هذه الطريقه لان الطريقه دي طبعا مبنيه على فرضيات واسامشن. افترض ان انت عندك المنحنى بتاعك بيبدا من الصفر، وفي منطقه الالاستيك بتاعتك زون، الالاستيك زون، وده طبعا مش صحيح لان الكيرف ده طبعا مش بيبقى سترين كده بالشكل دوت، ما بيبقاش لينير بالشكل دوت، فطبعا تم رفض هذه الطريقه. طيب الطريقه الثانيه اللي هي الالتيميت ديزاين، واللي هي بتعتمد اللي هي يتم بناخد طبعا الاحمال بتاعتي وبنضربها في فاكتور. فلو جيت بصيت على معادله اللود كومبينيشن بتاعتك بتبقى 1 و4 ديد زائد 1 و6 لايف، او 1 ونص الدبليو اللي هي طريقه الوركينج. تمام كده. طيب تمام كده، قال لك علشان خاطر اعمل ديزاين واطلع قطاعات اعتمد طريقه الالتيميت ديزاين. طب عشان خاطر اعمل مجموعه من التشيك بتاعتي زي الديفليكشن والباكلينج والسلوب والفايبريشن، قال لك تستخدم طريقه الوركينج. طيب ايه طريقه الالتيميت ليميت ستيتس دي؟ دي طريقه مشتقه من الطريقتين اللي قبليهم. زي ما قلنا ان هو بدا يعمل ايه بقى؟ بدا يمسك طريقه الالتيميت ديزاين يطلع قطاعات، يطلع عضلات المنشا، وطريقه الوركينج يبدا يعمل التشيك دي. طيب تعال لو جينا مثلنا الموضوع دوت بمثلث اللي هو المهندس الديزاينر. مهندس الديزاينر عشان خاطر يعمل ديزاين محترم لازما يعمل سترينث، يطلع عضلات المنشا. يعني ايه عضلات المنشا؟ القطاعات بتاعتك، الكاميرا مثلا بتاعتك 30 في 70 30 في 80، البلاطات بتاعتك اللي هي القطاعات بتاعتك اللي هي العضلات اللي هتشيل المنشا بتاعك. حاجه الثانيه السيرفيسابيلتي. ايه السيرفيسابيلتي؟ اللي هو الخدمه بقى بتاعتك، ان انت اثناء الخدمه بتاعتك، ان انا اول حاجه هعملها تشيك ديفليكشن. طيب هو هل، طب تعالى نسال سؤال كده، هو هل ينفع تعمل الديفليكشن دوت، اختبار الديفليكشن ده ات سيرفيس ليفل او ات التيميت ليفل؟ تعمله ات على مستوى ات التيميت ليفل، يعني بعد المبنى بتاعك ما يقع تبدا تقول او تحسب الديفليكشن؟ طبعا مش واقعي ابدا، فانا بحسبه ات سيرفيس ليفل. الحاجه اللي بعد كده ممكن تعمل برضو تشيك باكلينج والسلوب والفايبريشن. تمام جدا، علشان خاطر يكتمل المثلث دوت واضلاعه تبقى مهندس بيرفكت لازم تاخد في اعتبارك
ستابيليتي، الاتزان بتاع المنشأ. طبعا كده انت طلعت طلعت تصميم محترم. طيب نسأل سؤال، هو ايه الديفليكشن دوت، او الديفليكشن عشان خاطر اعمل كنترول على الديفليكشن بتاعي. طبعا اول حاجة ان بيديني مظهر غير مرغوب فيه، طبعا يبقى شكله طبعا غريب ووحش جدا. طبعا بتلاقي السقف بتاعك زي ما بيقولوا كده مكرش كده، طب ما ينفعش. طبعا الحاجة اللي بعد كده ان هو شعور غير مريح، انت لما بتبقى مثلا واقف تحت سقف مثلا او كاميرا فيها ترخيم، يعني فيها شيء مش هيريحك، طبعا هتبقى خايف طبعا وانت واقف تحتيها. طبعا بسبب اهتزازات، حالة وجود احمال ديناميكية. طبعا بيقول لك تلف التشطيبات، طبعا لما تيجي تشطب مثلا السقف بتاعك دوت بقى مشكلة كبيرة جدا. طبعا كمان في موضوع الصرف بيبقى سيء جدا لو انت عندك امطار ولا حاجة. تمام جدا. طب لو انا عايز احسب حساب الديفليكشن احسبه ازاي؟ انا عندي ثلاث طرق، او حساب الديفليكشن ده في ماده التحليل الانشائي الاستراكشر اللي انت درستها المفروض كنت تكون حسبت الديفليكشن دي حسب بطريقه الكونجكت بيم اللي هي الكاميرا المرافقه، طريقه الشغل الافتراضي الفيرجوال وورك، وطريقه الدبل انتجريشن اللي هو طريقه التكامل. طيب يوجد طبعا عارفين ان في اشكال محفوظه لحساب الترخيم، ان انت لو عندك كاميرا ان الدلتا بتاعتك بتاعت الترخيم بتاعك بيساوي 5 دبليو ال اس 5 على 384 اي اي، ولو انت عندك مثلا كاميرا سيمبلي سبورتس وعلى حمل مركز في النص كده بي، يبقى الدلتا بتاعتك عبارة عن 1 على 48 بي في التكعيب على اي اي. لو انت عندك مثلا كانتليفر بس عليه حمل موزع، الدلتا بتاعته زي ما انت شايف برضو 1 على 8 في دبليو ال 4 على اي اي، ودي اشكال طبعا محفوظ زي ما قلنا. إن لو انت عندك شكل بالكانتليفر برضو عليه حمل مركز في طرفه الحر، الدلتا بتاعتك بتبقى تلت بي ال تكعيب على اي اي. طيب تمام، يبقى انا عشان احقق المعادله واجيب المجاهيل محتاج اعرف اي بتاعتي. انا لو جيت مثلا شفت المعادله بتاعتي دي، طبعا الدبليو دي عباره عن الاحمال اللي موجوده عندي، ال ده هو الاسبان اللي عندي. يبقى انا عندي بارامتر تو بارامتر الاي والاي، الموديلس اوف الاستيستي والانرشيا، عشان اجيبهم طبعا محتاج هنشوفهم طبعا هنعرف نجيبهم ازاي. طيب انا الموديلس دوت اوف الاستيستي اجيبه ازاي، اللي هو عباره عن اي بتساوي 4400، مش طبعا مش 440، 4400 جذر الاف سي يو. تمام 4400 جذر الاف سي يو. انا عندي القطاع اللي انا شغال عليه قطاع خرسانه. طيب القطاع الخرسانه دوت في حديد، وانا عارف ان الحديد طبعا ليه مودلس اوف الاستيستي تاني. طيب انا عشان خاطر ابقى القطاع بتاعي هوموجينيوس يعني متجانس، انا هاخد طبعا المودلس بتاع مين، الخرسانه اللي هو ال 4400 جذر الاف سي. طيب الاي بقى او الاي بقى، عشان احسب الاي طبعا الكلام ده طبعا للفهم، يعني ده مالكش دعوه بيه، يعني الدكتور ما شرحوش بس انا بقوله لك عشان تفهمه. وطبعا في اخر الفيديو هلخص لك الموضوع ازاي تحل اي مساله هتجيلك او تحل الشيت بتاعك بكل سهوله. طيب كيفيه حساب الجساء للقطاع، عندي زي ما في طرق اختبار شد، طرق اختبار لضغط في ضغط الخرسانه، عندي طبعا طرق تانية لاختبار الخرسانه بتاعتي في مين، في الشد. تمام جدا. اول طريقه عشان خاطر اختبر بيها الخرسانه بتاعتي في الشد هي طريقه اسمها الدايركت تنشن، طريقه السبليتنج برضو ده اختبار اللي هو بيسموه اختبار الشد البرازيلي، واختبار تاني اسمه البيندنج تيست. والاختبار دي طبعا المفروض تكون اخدتها في الماتيريال سنه اولى او سنه تانيه. تمام، اول اختبار بيفترض ان انا عندي بار اليمنت، بجيب عينه واشدها شد مباشر تيجي تنقطع نصين من المنتصف، لكن وقت ما تتكسر قبل ما تنكسر العينه بتاعتي تكون حاسب حاجه اسمها اف تي اللي هي عباره عن 0.01 في الاف سي. لكن قال لك ان الاختبار ده صعب لان العينه ممكن تنكسر في مكان بعيد عن المنتصف. تمام، قال لك كمان ان انا ممكن معرفش امسك العينه من طرفيها، وبالتالي تم رفض هذا النوع من انواع او اختبارات الشد بتاعتي. النوع الثاني اللي هو السبليتنج
او الشد البرازيلي، ان انا بجيب بحمل اسطوانه بتاعتي بضغط، لكن الشد هيجي بطريقه غير مباشره، ان انا بجيب اسطوانه بالشكل ده وبحمل عليها ضغط بالشكل دوت، هيجي يحصل التنشن في كشد غير مباشر، تمام كده. وبالتالي ممكن احسب مين الاف تي بتاعتي عباره عن 85% من اف تي سبليتنج، تمام. بالتالي القيمه ديت ممكن اطلعها. طيب النوع الاخير اللي هو البيندنج تيست او اختبار تجربه الانحناء، وده اللي معتمد طبعا عندنا في الكود المصري. الهدف ان لما بحمل العينه في التلت والتلتين، انا بجيب كاميرا وبحملها في التلت والتلتين وارسم الدايجرام بتاع المومنت بتاعي والشير، بلاقي التلت الاوسط الشير فيه بزيرو، لان انا عاوز المومنت بس، بيور مومنت، فانا عايز المنطقه اللي هي في المنتصف دي تبقى زيرو شير، عايز مومنت فقط، تمام جدا. وبالتالي الاف سي تي ار بيسموه حاجه اسمها المودولس اوف فراكشن او معاير الكسر او مقاومه الشد فين في الانحناء. اف سي تي ار عباره عن ايكوال ايه 6/10 جذر مين الاف سي او. دايما بنشوف ان الاف سي الاف سي تي ار او الاستريس بتاعي كفانكشن في مين في الاف سي او، تمام جدا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي العينه اهو بالشكل ده، وجيت حملت عليها، تمام، حملتها وحسبت الاف تي مين الاف تي او الاف سي تي ار او الاف سي تي ار، تمام. لو الاف تي دي عندي اللي هو جاي من الاحمال، اف تي ده اللي هو جاي من الاحمال بتاعتي، لو هو اكبر او اقل ولا ايه من اف سي تي ار، يبقى القطاع بتاعي مش هيحصل له تشريخ، مش هيتشرخ، اون كراك. طيب لو العكس، وبالتالي طبعا هستخدم القطاع كله، القطاع كله بتاعي هيشتغل معايا، يعني الحديد هيتم اهمال الحديد والقطاع بتاعي هيشتغل على الانيرشيا مين الاي جروس، تمام كده. طب لو الاف تي بتاعتي اقل، اللي هي الاف تي اللي انا عايز اقول لك تاني اللي هي جايه من الاحمال، اقل من الاف سي تي ار اللي هو اختبار الشد بتاعي، طبعا ها هيحصل له كراكت، هيتشرخ طبعا، وبالتالي هستخدم الاي مين الاي كراكت بتاعتي. طيب تمام جدا. يبقى تعالى كده، انا عندي الكاميرا بتاعتي اهو بالشكل ده، اقصى مومنت بيحصل على الكاميرا ده بيحصل في المنتصف، وبالتالي اول ما بيحصل عندي اقصى مومنت هنا بيحصل اي كراكت، تمام كده. لكن كل ما بتقرب من السبورتس بتاعتك كل ما المومنت بتاعك بيقل، فكل ما احتماليه ان القطاع بتاعك يشرخ قليل، فبتعتبر ان ايه، ان هنا اي جروس وهنا اي جروس. قال لك طيب هو انت هتقعد تقسم بقى كل شكل بتاعك وتاخد اي جروس هنا واي كراك؟ قال لك لا، انت هتاخد حاجه اسمها الاي ايه، الاي افكت، قانون موجود في الكود بتاعنا برضو، ام كراكنج على ام ابلايد، كل تكعيب في الاي جروس بلس مين كوس واحد ماينس ام كراكنج على ام ابلايد، كل تكعيب مضروبه في المين في الاي كراكنج. طيب الام ابلايد دوت هو عباره عن مين؟ الام ابلايد طبعا انت لازم انت تجيب الفاكتور دي كلها عشان تقدر تجيب مين الاي افكت. طيب الام ابلايد العزم عند القطاع، اي العزم الداخلي للقطاع، تمام كده. وده بيجي طبعا انت بيبقى عندك الكاميرا بتجيب الام ابلايد عباره عن دبليو ال سكويرد على 8. طيب الاي جروس عباره عن ايه؟ طبعا خلاص هي عباره عن البي في اتش تكعيب على 12، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. طيب تمام، انا بقى المهم بالنسبه لي ان انا عايز اجيب الاي جروس، خلاص انا جبتها الاي كراكنج دي، هجيبها ازاي؟ تعالى كده، انا باخد، انا عندي القطاع اهو باخد عزوم مساحات حوالين مين النيوترال اكسيس بتاعك. طيب تمام، بتعمل ايه؟ بتجيب القطاع اللي فوق، طبعا اللي فوق النيوترال اكسيس ده ما حصلوش تشريخ، فبتجيب الخرسانه اللي فوق البي في الاكس بتاعي، تمام، مضروب بالبي في الاكس، مضروبه في مين؟ مضروبه في المسافه السي جي بتاع الخرسانه دي لحد النيوترال اكسس، تمام، اللي هي اكس على الاثنين، يبقى بي في اكس في المسافه من السنتر لاين او من في السي جي بتاع الخرسانه لحد النيوترال اكسس اللي هو الاكس على الاثنين، ايكوال مين؟ ايكوال اريا ستيل اللي هو الاريا ستيل اللي تحت دوت، مضروبه في مين؟ طبعا انا عندي المسافه من اول هنا لحد هنا اللي هي الدي، طب المسافه من اول هنا لحد هنا مين؟ الدي ماينس اكس. طيب يبقى مضروب في الدي ماينس، امال ايه الان بقى؟
قال لك ان انت عشان خاطر يبقى المعادله دي صحيحه 100% لازم ان القطاع بتاعك طبعا ما ينفعش يبقى الطرفين طرف خرسانه وطرف حديد. قال لك ان انا هعمل عمليه مين، ان انا هضيف ان عشان القطاع بتاعي يبقى هوموجينيوس، تمام كده، او المعادله بتاعتي تبقى هوموجينيوس. حطيت الان، الان دي طبعا تبقى ب10 او 15 على حسب انت كنت بتحسبها السنه اللي فاتت، القطاع عندك بالانسد سيكشن او اوفر او اندر سيكشن. طيب تمام، وبالتالي انا عرفت اجيب مين اكس بتاعتي. طيب جميل جدا. الاي كراكنج بقى بتتحسب ازاي؟ عباره عن ايه اي كراكنج؟ عباره عن ان انت بتجيب جسائت الخرسانه بتاعتك البي اكس سكوير، بي اكس تكعيب مش سكوير، بي اكس تكعيب على ال 12. ثواني كده نشوفه قلم هنا. بي اكس تكعيب على ال 12 في مين؟ في مساحه الخرسانه اللي هي البي في الاكس، تمام؟ في مين؟ في برضه من السي جي، المسافه من السي جي لمين؟ مسافه من السي جي لحد النيوترال اكسس، بس ده طبعا سكوير. جميل جدا، تمام. بلس مين؟ بلس ال ان، اللي هو ال ان اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو ب 15 او 10 على حسب، هو طبعا هيدي لك الفاكتور بتاعه في اريا ستيل. طبعا الاريا ستيل ده طبعا بيديك حديد 3 في 12، فبتحولها لمين؟ لحديد الاريا. في مين؟ في الدي ماينس اكس، في الدي ماينس اكس اللي هي المسافه من السنتر لاين او السي جي بتاع الحديد لحد النيوترال اكسس، الكل مين؟ سكوير، تمام كده. يبقى انا كده عرفت نجيب مين، عرفت اجيب اي كراكنج. طيب جميل جدا. طيب يبقى انا جبت الاي كراكنج، عايز اجيب الام مين؟ الام كراكنج. الام كراكنج انت اخدت القانون دوت في الماتيريال، ان انت الاستريس عندك او الفرصه اللي عندك عباره عن ايكوال ام على اي في واي، ام على اي في واي. طيب جميل جدا. الاي دي اللي هي انهي اي؟ خلاص احنا جبناها، مفيش ادنى مشكله فيها. الواي عباره عن مين؟ الواي عباره عن التي مقسومه على الاثنين. جميل. طيب الاف دي هي عباره عن مين الاول؟ عباره عن اف ستي ار، اللي هو اختبار الشد بتاع الانحناء، اختبار او تجربه الانحناء، اللي هو عباره عن 6 من 10 في روت اف سي يو. جميل جدا. وقلنا طبعا البي او الواي عباره عن التي مقسومه على الاثنين. جميل جدا كده، اعرف اجيب الام كراكنج. طيب تمام جدا. الام كراكنج ده او المومنت اسمه ام كراكنج، المومنت اللي بعده هيبدا القطاع يبدا يشر. طبعا انا عندي بقى ده معلوم وده معلوم وده معلوم، اعرف اجيب الام كراكنج. جميل جدا، تمام. يبقى الام ابلايد زي ما قلنا هي عباره عن مين؟ الام ابلايد عباره عن طبعا هنا دبليو وهنا ال L، يبقى دبليو ال سكويرد على 8 ام ابلايد. بعد ما حسبت الام كراكنج من المعادله اللي فوق لازم انت تقارنها بالام ابلايد. طيب لو الام ابلايد دي لو اقل من الام كراكنج، القطاع بتاعي هيشرخ ولا لا؟ طبعا القطاع بتاعي يبقى ان كراكت. جميل جدا. طب لو العكس، ام ابلايد بتاعتي اكبر من الام كراكنج، القطاع بتاعي هيبقى كراكت، هيحصل له شروح. جميل جدا. طيب التي سيكشن بتاعتي، ان انا لما باجي احسب بعرض الفلانجه بتاعتي من الترخيم باخد نص القيم اللي صممنا عليها بطريقه الالتيميت ديزاين، تمام كده. وبالتالي لو انت عندك كونتينوس ممبر، طبعا السؤال ده نظري، ممكن يجي لك نظري في صوره نظريه يعني، ساعتها ان الاي افكت عباره عن مين؟ نص اي افكت 1 هو ده، بلس ربع اي افكت 2 بلس اي افكت 3. وهنا طبعا لو انت عندك بقى حاجه كده ايه مكمله او مستمره من ناحيه واحده من جنب واحد، طبعا 75% اي افكت 1 بلس ربع بس فقط اي افكت 2. جميل جدا. طيب
type of deflection. انا عندي نوعين من الديفليكشن. اول حاجه short term deflection او كما يعرف بالimmediate. ايه يعني immediate؟ يعني لحظي، يعني لا بيحدث نتيجه التاثير اللحظي الاحمال على المنشا من لحظه فك الشدات وبدء تحميل المنشا. يعني مجرد ما المقاول ما بيحط الشده الخشبيه بتاعته، مجرد ما بيرمي الخرسانه بيحصل تاثير لحظي بيسموه immediate. تمام جدا. نتيجه مين بقى؟ نتيجه الديد لود واللايف لود. جميل جدا. يبقى بيحصل نتيجه الديد لود واللايف لود. اما اللونج تيرم ديفليكشن ده بيحدث على المدى البعيد نتيجه حدوث حاجه اسمها شرينكج وحاجه اسمها الكريب. طيب جميل جدا. عايز اقول لك ان الديفليكشن او الترخيم مع الزمن، الترخيم يحدث مع يعني بيحدث نتيجه مين بقى؟ اللايف لود. بمعنى لو حضرتك مثلا حطيت احمال لايف لود على بلاطه وحملتها على بلاطه، وجيت بعد فتره من الزمن هتيجي تلاقي البلاطه حصل لها ترخيم مع الزمن، وبيسموه حاجه اسمها السستند، يعني بيبقى مستمر مع الزمن. جميل جدا. لو انا جيت بصيت على الشكل دوت، دي طبعا اوتو سكرين شوت كده من الكود الامريكي الاي سي اي. لو جيت بصيت كده من البدايه كده، اول ما بتيجي عملت الشده الخشبيه بتاعتك وحملت الخرسانه وحملت بالديد لود واللايف لود كلحظي immediate، بيكون بص الزمن بزيرو. اول ما بتسيبه بقى الاحمال دي بيبدا يزيد معاك حاجه حاجه، بيزيد معاك بالشكل ده. تمام كده. عشان كده بيقول لك ان التاثير بتاعك بيكون ايه؟ بيكون راندوم مع الزمن. يعني انت ما ينفعش تيجي تقول لي مثلا والله انا باشمهندس انا بعد 6 شهور قست الديفليكشن بتاعي لقيته كذا، ما ينفعش. بيبقى حاجه راندوم، حاجه متغيره مع الزمن، بيبقى حاجه نون لينير. تمام جدا. طيب يبقى اذا الترخيم الكلي اللي انا عايز احسبه بقى توتال هو عباره عن حصل مجموع الترخيم اللحظي والترخيم الحادث مع الزمن. تمام. يبقى هو مجموع ترخيم الاميديت اللي حصل دلوقتي والسستيند اللي هو المستمر معايا، هو عباره عن دلتا توتال، عباره عن دلتا اميديت اللحظي بلس مين؟ دلتا سستيند اللي هو المستمر معايا. قال لك ايه؟ قال لك ان انا زي ما قلت لك ان الدلتا سستيند ده متغير بالنسبه لي، راندوم مع الزمن، متغير مع الزمن. فجاء عمل ايه؟ اخد الدلتا اميديت دوت كعامل مشترك، اخده عامل مشترك عباره عن واحد بلس مين؟ دلتا سستيند على مين؟ على الدلتا اميديت. وقال لك ان الفاكتور دوت شاله وحط مكانه فاي. اوكي، حط مكانه مين؟ فاي. الفاي ده اللي هو الايه؟ الكريب كوفيشن، اللي هو الزحف اللي هيحصل او المعامل الزحف اللي هيحصل مع الزمن. وجه الكود قال لك ايه بقى؟ حط لك الكود المصري معادله للحصول على قيمه الزحف عباره عن 2 ماينس 1 و2 من 10 في مين؟ اريا ستيل داش على اريا ستيل. طب ايه الاريا ستيل دي؟ اريا ستيل دي هو الحديد اللي موجود فوق في القطاع، اريا ستيل الحديد السفلي المحطوط في القطاع. فرضا ان الاريا ستيل بتاعتك داش دي كانت بزيرو، يعني ما عندكش حديد فوق، ساعتها يعني بيقول لك فور سنجلي رينفورسد سيكشن، يبقى ساعتها لو حبيت تجيب الكوفيشن او الكريب كوفيشن هيطلع بكام؟ طبعا زيرو على اريا ستيل بزيرو، في 1.2 من 10 بزيرو هيطلع لك مين؟ 2 فقط. طبعا لما تيجي تعوض دلتا توتال، دلتا توتال هتطلع لك 3 في دلتا اميدي. يبقى دوت النهائي، ده الديفليكشن النهائي بتاعه. جميل جدا. بعد ما خلصت وحسبت الدلتا بتاعتك او الديفليكشن بتاعك، لازم تقارنه طبعا بالمسموح به. مسموح به لو انت عندك بيمز وسلابس، يبقى الدلتا بتاعتك هي عباره عن ال على مين؟ على 250 حاله البيمز او السلاب. يعني بتبقى عندك بلاطه كده بالشكل ده اهو، بتجيب بالبعد ده وبتقسمه على كام؟ البعد الاكبر طبعا على 250 طبعا من سبورتس، يعني لو هنا في عمود وهنا في عمود، ال على كام؟ على 250. تروح تقارنه باللي احنا لسه حاسبينه من شويه. انما لو انت عندك كانتليفر، يعني انت مثلا عندك ادي مبنى بالشكل ده وعندك فيه بلكونه اهو بالشكل ده، هو ده الكانتليفر. تروح تحسب المسافه من اول هنا لهنا
وتقسمها على كام؟ على 450. طبعا اقصى ديفليكشن بيحصل على الكانتيليفر بيحصل عند مين؟ الطرف الحر ده. تمام جدا. طيب قال لك لو انت مثلا عندك، لو شايل، لو العنصر بتاعك والبلاطه لو شايل عناصر غير انشائيه مش هيحصل ضرر للترخيم، وساعتها تحسب قيمه الدلتا او الترخيم لللايف لود عباره عن ال على 360. ولو انت عندك مثلا لو شايل عناصر انشائيه هتتضرر من الترخيم، يبقى دلتا لايف لود بلس دلتا ديد لود بقى عباره عن ال على 480. جميل جدا. طبعا لو عايز تحسب ال ال بتاعتك تبقى عباره عن، لو انت عندك حاجه سيمبلي سبورتس يبقى ال نوت من السبورتس من للسبورتس، لو انت عندك حاجه كده كونتينوس من جنب واحد يبقى طبعا ادي ال ال بتاعتك من اول هنا لحد هنا، من اول زيرو مومنت لحد الفيكسد بتاعتك دي او السبورتس بتاعتك. ولو انت عندك حاجه كده كونتينوس من الجنبين برضو بتحسب ال ال بتاعتك بالشكل ده. طبعا ده كلام برضو غالبا نظري، انا يهمني بس في الموضوع اللي هو القيمتين اللي فوق دول فقط. تمام جدا. تعالى بقى، الناس كلها طبعا مستنيه الزتونه. الزتونه ديت بتقول ايه؟ طبعا انا اي مساله بقى، اي مساله انا طبعا والله مش بحفظك يعني، عشان بس الكلام ما يكونش ضد المبدأ اللي احنا قلناه في البداية ان انا عايز افهمك والكلام ده، بس دي خطوات بقى الايه اللي انت هتمشي عليها عشان تحل بقى ايه اي مسألة. الهدف ان انا احسب الترخيم، الفكرة كلها ان انت بتدرس الترخيم ليه؟ عشان احسبه، مش كده؟ منطقي يعني. طيب تمام. وبعد ما احسبه اروح اقارنه بالالاوبل اللي هو موجود في الكود. تمام كده. طبعا لو طلع مثلا الديفليكشن اللي انت حسبته اللي هو الابلايد اكبر من المسموح، ساعتها يبقى انت سيف او ان سيف. لو الابلايد اللي انت حسبته اكبر ساعتها ايه اللي يحصل؟ سيف ولا ان سيف؟ تمام. ابدا احسب الكلام دوت كله واحسب الترخيم بتاعي، بس طبعا احسبها ازاي؟ تعال نشوف شويه حاجات كده. رقم واحد اول حاجه بتحسبها الاي جروس بتاعتك اللي هي بي اتش تكعيب على ال 12، هو القطاع عندك اهو بيبقى بالشكل دوت. رقم اتنين الام كراكنج تحسبها عبارة عن من المعادلة طبعا ال F تساوي M على I في Y. رقم ثلاثة ال M applied اللي هي عبارة عن WL squared على 8، وال I cracking هي عبارة عن المعادلة الشهيرة ديت اللي انت، او هي مش معادلة شهيرة ولا حاجة، انت طبعا عارف طبعا بتاخد عزوم مساحات وكلام من ده، لازم تبقى فاهم الموضوع دوت. تمام. طبعا زي ما قلنا تاني دي WL squared على W B في X تكعيب على ال 12، ودي اس 2. تمام جدا. الحاجه اللي بعد كده رقم 5 الاي افكت، بحسب الاي افكت بتاعتي من المعادله بتاعتي، وطبعا بحسب الدلتا ديد لود والترخيم لللايف لود، وطبعا زي ما قلنا ان هو ده بيبقى محفوظ دبليو ال سكوير دبليو ال اس 5 على 384 في اي. لو انت عندك مثلا حاجه كده سيمبل سبورتس بس حمل مركز في المنتصف، لو انت عندك كانتليفر بس عليه حمل موزع، لو انت عندك كانتليفر بس عليه حمل في طرفه الحر بالشكل ده. رقم 8 دلتا توتال عبارة عن زي ما قلنا الدلتا اميديت زائد السستيند، وبحسب الكريب كوفيشن، وفي الاخر بحسب الفاي بتاعتي، واعمل التشيك بتاعي عبارة عن الدلتا توتال عبارة عن ال على 250، و في حالة السبيمز او السلاب، ولو انت عندك كانتليفر اللي على 450. تعال نشوفه اكزامبل كده على السريع. انا عندي كاميرا طبعا، الاكزامبل ده الدكتور حازم شرحه لكم في المحاضرة. اللي انا عندي كاميرا سيمبلي سبورتس عليها حمل موزع، الدبليو ديد لود عبارة عن 15 كيلو نيوتن على المتر، والدبليو لايف لود عبارة عن 5 كيلو نيوتن على المتر، والبحر عندي 10 متر، وعندي السكشن بتاعي عبارة عن 25 في 80 سنتي، عندي حديد فوق 2 فاي 16، وعندي حديد تحت في الأسفل 6 فاي 22. طيب وعطيني طبعا ال اف سي يو عبارة عن 25 نيوتن على المليمتر، و الجريد بتاعي عبارة عن 360 على 520. طيب أعمل إيه بقى؟ أول حاجة بروح أحسبها الاي جروس زي ما قلنا. الاي جروس عباره عن مين؟ انا عندي القطاع عباره عن 250 في 800، يبقى 250
في 800 تكعيب على 12 حسبتها. تمام جدا. بعد ما حسبت الاي جروس قلنا نروح نحسب مين الام كراكنج. الام كراكنج احنا عرفنا ان الاف عبارة عن ام على اي في واي. جميل جدا. الاف عبارة عن مين اللي احنا عملناها من نتيجة تجربة الانحناء 6/10 جهاز الاف سي يو. طبعا الاف سي يو اهي فوق، طلعت 6/10 في 25 جهاز 25 طلعت 3 نيوتن على المليمتر سكوير. ام كراكنج طبعا لما تيجي تعوض بقى هنا بالاف والاي والواي، طبعا الواي دي عباره عن مين؟ عباره عن ال 800 على 2 اللي هي ب 400. تمام جدا. يبقى لما اجي اعوض بقى اعوض ازاي؟ اف سي تي ار عباره عن كام؟ طلعت بكام؟ طلعت ب 3 مضروبه في مين؟ في الاي جروس اللي هي فوق دي، مقسومة على مين؟ على الواي اللي هي 800 على 2، طلعت لي النتيجة في الآخر ب 80 كيلو نيوتن متر. جميل جدا. بعد كده بروح أحسب مين؟ الإم مئي اللي هي الإم أبلايد. إن أنا عندي بيبقى الكاميرا أهي، قلنا الكاميرا عبارة عن حمل موزع عليها كده بالشكل ده، و الإسبان بتاعها ب 10 متر دبليو. طبعا الدبليو بتاعتك عبارة عن طبعا اعطيك W ديد لود ولايف لود، تجمعهم ضربهم في 10 سكوير على 8 طلعت لك الناتج النهائي، وتقارنه برضو زي ما قلنا ها بالام كراكنج. بعد ما خلصت طبعا المهم بالنسبة لي الاي كراكنج، والاي كراكنج هي عبارة عن هتاخد بقى عزوم مساحات، لازم تجيب الاكس فين القطاع اللي شرخ او الجزء اللي شرخ من مين؟ من القطاع بتاعك. تاخد سيجما مومنت اوف اريا زي ما قلنا ات نيوترال اكسس. بعمل ايه؟ بي في اكس. ايه البي في اكس؟ اللي هي مساحه الخرسانه، البي اللي هي دي في الاكس مضروبه في مين؟ زي ما قلنا من السي جي بتاع الخرسانه لمين؟ مسافه نيوترال اكسس اللي هي دي، عباره عن اكس على 2 اكس على 2. جميل. بلس مين بقى؟ خلي بالك ان عندك حديد فوق وتحت. الان هو عطلك ب 10. تمام جدا. الاريا ستيل داش، اريا ستيل داش طبعا لازم تحولها زي ما قلنا 2 فاي 16 لازم تحولها. طبعا بتحولها ازاي؟ انت عندك حديد فاي 16 يبقى 16 على باي على 4 في 16 سكوير مضروبه في الاثنين يطلع لك 402، وطبعا بتحول الاريا ستيل بتاعتك. طيب جميل جدا. يبقى الاريا ستيل داش مضروبه برضو في مين؟ من السي جي بتاع الحديد للنيوترال اكسس ماينس مين بقى؟ الجزء اللي تحت. الان برضو في الاريا ستيل اللي انت حولتها برضو اللي هي 6 فاي 22 مضروبة في مين بقى؟ في الدي ماينس اكس اللي هي المسافة برضو من السي جي دوت، من السي جي دوت لحد النيوترال اكسس. تعالى كده عوض بقى البي بكام؟ 250. الاكس طبعا انا مش عارف انا عايزها. تمام. سكوير على الاثنين بلس الان ب 10 في اريا ستيل داش اللي هي 402 اللي هي دي في اكس اللي انا عايزها ماينس 50. 50 دي الكفر اللي فوق الاي داش ماينس ال 10 اللي هي الان مضروبه في اريا ستيل في مين بقى؟ الدي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن طبعا انت عندك المسافة من أول هنا لهنا اللي هي الاتش اللي هي بكام؟ 800 صح؟ الكفر اللي تحت دوت أوعطه لك ب 60، يبقى 800 ماينس 60 ب 740 ماينس مين؟ ماينس الاكس اللي أنا عايز ايكوال زيرو. احسبها على الآلة الحاسبة يطلع لك الناتج في الآخر اكس بكام؟ أنت ما عندكش طبعا غير مجهول اللي هو الاكس بس، يطلع ب 278 ملم. عايز احسب بقى مين؟ مومنت اوف انرجي عباره عن مين بقى؟ الاي كراكنج. الاي كراكنج عباره عن مين بقى؟ عباره عن الانرشيا بتاعت الخرسانه بي اكس تكعيب على 12 بلس ان في اريا ستيل داش في مين بقى؟ في برضه المسافه من السي جي بتاع الخرسانه للنيوترال اكسس بس سكوير بلس مين؟ ان في اريا ستيل برضه بتاعت الحديد مضروبه في مين؟ في دي ماينس اكس. الكل برضو مين؟
سكوير. طبعا البي 250، الاكس طبعا انا جبتها لسه جايبها اهو، تكعيب على 12 بلس الان اللي هي ب 10 في الاي الاي ستيل، الاريا ستيل عباره عن 402 في مين؟ في 278 ماينس 50 كل سكوير بلس الجزء اللي تحت الحديد السفلي 10 في 2281 في اللي هو الجزء دوت طبعا في اللي هو ده بس سكوير. اطلع الاي كراكنج عباره عن مين؟ 6.87 في 10 اس 9 ملم اس 4. طيب تمام جدا. تعالى كده بعد ما جبت البارامتر دي عايز احسب مين؟ الاي افكت. طبعا انا جبت الام كراكنج، جبت الام ابلايد، جبت الاي كروس، تمام كده. تعالى كده نعوض بقى الام كراكنج طلعت شوفها بكام. طلع اعوض بيها 80 على 250 الام ام ابلايد الكل تكعيب في الاي جروس برضو في الاي جروس دي طبعا كلها بلس مين الترم بقى واحد ماينس برضو الام كراكنج على 250 في كل تكعيب مضروبه في مين؟ في الاي مين؟ اي كراكنج. طيب عايز احسب بقى الدلتا ديد لود ودلتا لايف لود. عندي الاي المودلس اوف الاستيستي عباره عن زي ما قلنا 4400 جذر الاف سي يو، تمام ايكوال طبعا انا عندي الاف سي يو عباره عن 25 فحسبتها طلع ب 2000 او 22000 نيوتن على المليمتر سكوير. طبعا من القيم المحفوظه بتاعتي الدلتا ديد لود عباره عن 5 دبليو ديد لود ال اس 4 على 384 في مودلس اوف الاستيستي في مين؟ في الاي كراكنج. طبعا الخمسه في دبليو ديد لود هو عطاها لك ب 15 في ال ال بتاعتك اللي هي عباره عن السبان بتاعك اللي هو ب 10 متر بس ضربها طبعا حولها لملي متر في على 384 في ايه المودلس اوف الاستيستي في الاي افكت بتاعتك طلعت بالرقم ده. وطبعا زيه برضو الاي الدلتا لايف لود انت كل اللي انت هتعوض بس بيه قيمه الدبليو لايف لود فقط يطلع لك مين قيمه الدلتا لايف لود. اجمعهم مع بعض تمام. الاول احسب طبعا الدلتا توتال عباره عن مين؟ الالفا بتاعتك او الفايل اللي انا كنت عاملها واتيفر يعني ايكوال عباره عن 2 ماينس 1.2 اريا ستيل داش على اريا ستيل ايكوال عباره عن ايه بقى 2 ماينس 1.2 اريا ستيل داش على اريا ستيل يطلع معاك الرقم بكام. طبعا لازم ايه يكون اكبر من مين؟ من 6 من 10. اوكي تمام. يبقى الدلتا توتال هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن 1 بلس الفا او فاي مضروبه في مين؟ دلتا ديد لود بلس دلتا لايف لود. احسب لي الرقم دوت هيطلع لك بكام؟ 9. يبقى قيمه الترخيم الكلي 39.6 ملم. جميل جدا. هو الفكره كلها شويه قوانين بتعوض فيهم واحنا عرفناهم في الملخص اللي احنا قلناه. التشيك بقى عايز بقى تتشيك بقى الابلايد اللي انت طلعته ده بمين؟ بالمسموح بيه. عندك البحر بتاعك مقسوم على 250 اللي هو 10000 مللي مقسوم على 250 يطلع بكام؟ 40 ملم. طب الدلتا توتال اللي هو الترخيم طلع بكام؟ 39.6. يبقى الابلايد بتاعك طلع الدلتا توتال بتاعتك طلعت اقل من المسموح بيه يبقى القطاع بتاعك سيف. اوكي طيب ال على 360 دوت اللي هو في حاله مين بقى؟ في حاله الكانتليفر 10000 على 360 يطلع 28 برضه نفس الفكره بس انت مش حاله الكانتليفر طبعا. لا مش حاله الكانتليفر انا اسف. حاله ان انت عندك الانظمه الانشائيه بتاعتك ممكن تتضرر ب تتضرر بالترخيم فبتحسب
الدلتا لايف لود بتاعتك عبارة عن طلعت عبارة عن 4.2 وطلعت أقل من المسموح به اللي هي L على 360، فطبعا سيف ومفيش أي حاجة. طيب تمام جدا، يبقى دي المسألة بتاعتنا. طيب كيفية تفادي بقى حدوث الترخيم ازاي بقى؟ رقم واحد، ان انت يجب على المصمم، يقول لك يجب على المصمم دقة ومراجعة الترخيم باستخدام الكود المصري اللي هي القيم المسموح بيها في الكود. يعني لازم أن تراجع اللي انت طلعته، الارقام اللي انت طلعتها بالموجودة باللي موجودة في الكود، مع مراعاة طبعا دقة حساب قيمة الغطاء الخرساني بحسب الكود المتبع لكل دولة. طيب يقول لك قد يتطلب التصميم للانحناء زيادة السمك، يعني ان انت ممكن الترخيم بتاعك لو ما سيفش معاك ان انت ممكن تزود السكنس بتاع البلاطه بتاعتك، يقلل وضع التسليح العلوي، قيمه كمان الحديد العلوي لو انت حطيت حديد علوي في البلاطه طبعا بيقلل من قيمه الديفليكشن بتاعك كلونج تيرم ديفليكشن. طيب تمام، من الممكن اللجوء لرفع الشده بتاعه النجاره في اماكن الترخيم، يعني تبقى فاهم المكان اللي هيحصل فيه، طبعا ده اللي هيقوله المصمم، المكان اللي هيحصل فيه ترخيم، وتروح تعمل حاجه اسمها كامبر، تشد الشده الخشبيه بتاعتك في الاماكن، يعني مثلا عند البلاطه هي بالشكل ده اهو، عندك المكان ده قبل بقى ما ترمي الشد، قبل ما ترمي الصبه بتاعتك في ديفليكشن، يجي عامل ايه بقى، يجي شادد الشده الخشبيه بتاعتك بتاعته لفوق بمقدار مثلا 1 ل 2 سم بحسب البحر بتاعك. طيب تمام، يجب دقة حساب الأحمال المؤثرة على البلاطة وخاصة أحمال الحوائط. عندك في البلاطات الفلات سلاب غالبا، يعني البلاطات الفلات سلاب حمل الحوائط، يعني مثلا تبقى عامل مثلا بلاطة كده وفجأة مرة واحدة تيجي حاطط حيطة بالشكل ده، الحيطة اللي انت حاططها كده في البلاطة ممكن تسبب لك ديفليكشن على مين؟ على البلاطة بتاعتك، فلازم برضه تبقى حريص وانت بتحسب الحاجات دي، تبقى عارف انت هتحط ايه. الحاجة اللي بعد كده، على المصمم من شأن مراجعة المعماري ومالك المشروع في أي احتمالية لإضافة أي حوائط مستقبلية، لأن ممكن المالك بعد كده عايز يحط حيطة مثلا أو حاجة، فتبقى فاهم الكلام دوت لو هيعمله عشان تبقى واخده معاك في الاعتبار وفي الحسابات. تمام كده، جميل جدا. أتمنى يعني يكون الموضوع وصل بالشكل اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في أول الفيديو. كمان إن شاء الله هيبقى في سلسلة فيديوهات في اخر سلسله فيديوهات هتنزل بالتوازي مع الفيديوهات بتاعتنا ديت، ازاي ممكن تدخل القيم ديت على برنامج زي السيف وتحسبه بطريقه صحيحه ان شاء الله. ان شاء الله ادعوا لنا طبعا ان ربنا يوفقنا كده في اللي جاي باذن الله، واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني نكمل مع بعض بقيه الكورس على مدار السنه، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني، وشكرا لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا طبعا في بقية الفيديوهات. شكرا.